انا مثلا انا عارف انها مش محدده المده، لكن انا عند اكيد اكيد في رؤيه ما، انا امتى هبقى في تصنيف مثلا، انا لو عندي جامعه ولا اتنين بس في مصر، في تصنيف اول 100 جامعه على تايمز او كيو اس، انا بالنسبه لي بالبلدي كده اتعشت، ساعتها عرفت ان انا ايه ماشي صح. امتى يبقى عندي جامعه في اول 100 على كيو اس او تايمز؟ في تصور دكتور معوض كرجل طالما ترأس جامعات وعمل على بناء وتأسيس جامعات اخرى. شوف يا استاذ يوسف، هو احنا عندنا تارجت مهم جدا جدا ان احنا نعمل شراكه دوليه مع جامعات من التوب 100. حلو قوي. كويس. الشراكه دي عشان نعملها بشروط كويسه لابد ان احنا نكون على الارض اقوياء. أوكي. يعني ما فيش جامعه هتيجي تعمل شراكه مع جامعه المنصوره الجديده او الجلاله او العالمين او الملك سلمان الدوليه الا اذا كان هناك ما يؤشر على ان هذه الجامعه تتبع المعايير العالميه في تاسيس الجامعه وطريقه التعليم واختيار الاستاف واختيار الطلاب وما الى ذلك. احنا في الفتره دي عندنا في جامعه المنصوره الجديده لما تكتمل حوالي 55 برنامج، احنا مفعلين منهم لحد النهارده 29 برنامج. لازم هذه الجامعات تزورنا، احنا زرنا من هذه الجامعات مرة واثنين وثلاثة زوار كتير قوي. هو بيجي واحنا في البدايات كده بيبقى منبهر. منبهر من ايه؟ ان هو بيشوف هو تأسيس المعمل بيتم ازاي، هو الطالب اللي موجود ده اما بيتحرك ازاي. عند ما هذه الجامعات تبدأ تتعامل معانا وتعتبرنا على الارض في مصر الهب بتاعتهم، وتقول للطالب بتاعها انا عندي كما لو كان عندي فرع للجامعه بتاعتي موجود في المنصوره الجديده او في العلمين او في الجلاله او الملك سلمان، يبقى احنا اتنقلنا للمنطقه اللي حضرتك بتقول عليها اللي ربما في التصنيفات تتاخر شويه، لان زي ما حضرتك تفضلت كده هم لهم معايير ولهم عدد ولهم كم، وانت بتنافس جامعات قديمه عشان تصل لهذه المرتبه. صحيح. لكن مجرد ما هذه الجامعات تضع قدمها وتثق في اداءاتك وتقول للطالب بتاعها ما تجيليش الانجلاند وما تروحليش امريكا، ده فيه جامعه في شمال افريقيا في مصر بتقدم اللي انا بقدمه وكده، هنبقى احنا وصلنا للنقطه السليمه اللي هتؤهلنا وان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. ده بيتم؟ اه بيتم. ده فيه تواصل. احنا انا عندي الاسبوع الجاي طلبه من الجامعه الاولى في طب الاسنان تاني على العالم والاولى في هونج كونج. دول جايين زياره للجامعه، بيمروا احنا في يوم من الايام لازم الطالب بتاعنا يطلع هذه الرحلات العلمية في جامعات العالم عشان يشوف الدنيا فيها ايه. الطلبة اللي جايين دول مش جايين علشان حاجة، ده هو تبادل طلابي عشان يشوف هم الاخرين بيشتغلوا ازاي وبيتعاملوا ازاي ويشوف هو فين من الاخر. ده مسعى من ضمن المساعي اللي احنا بنعملها مع الجامعات اللي احنا متكلمين معاها. يعني احنا عندنا مش عاوز اقول هو MOU يعني مذكرة تفاهم مع جامعات في انجلترا وجامعات في كندا وجامعات في امريكا وجامعات في اليابان، المذكرات التفاهم دي عشان نطلع بقى ونعمل دول ديجري والدرجه في 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 التخصصات المختلفه، لابد ان احنا نكون اكتملنا تماما والبنيه التحتيه بتاعتنا وبدانا. هو عاوز يشوفك خرجت دفعه مشيت المشوار كله باي طريقه، ولا انت نفسك قصير، تاهيلك عامل ازاي، الدوله بتبص لك ازاي، الجمهور اللي عندك بيبص لك ازاي. انت كنت بادي بتقول انا هاخد في كليه الطب ماكسيمم 300 طالب وفي البرنامج الفلاني كذا عشان بعلمهم بالطريقه الفلانيه، وبعد سنه واتنين بدات تاخد 1500، ولا انت عندك سياسه في تعيين؟ بيسالونا ايه يا استاذ فما بنتكلم، هو انت تقدر تمشي واحد من اللي عندك لو اداؤه مش كويس تقدر تمشيه؟ هو انت بتختاره ازاي؟ الطالب اللي بيجي عندك ده بيجي ازاي؟ انت بتختاره في جامعتك ازاي؟ يعني هو بيسال على امور عشان يطمئن ان لهذه الجامعه سياسات طبعا، وهذه الجامعه لها مجلس حاكم بيديرها بشكل مؤسسي منضبط. صح. وهذه الجامعه جامعه مستقله في تفكيرها وبتراعي المساواه والعدل ومفيش تفرقه، وكل الناس اللي عاوز يتعلم ويحقق هذه الشروط اللي الجامعه حطتها عنده الفرصه انه يتعلم. الجامعات دي احنا طالما تعاوننا معاها وعملنا MOU يبقى احنا تخطينا المرحله الاولى ان الجامعه بتتبع سياسات رشيده والجامعه لها كريكولا تتفق مع الكريكولا اللي هم عندهم في الحاجات دي، وبالتالي
اقدر اقول ان احنا على الطريق، وان شاء الله بنسعى ان احنا نكون في مصف هذه الجامعات في وقت قصير جدا جدا، يعني يكون اقصر ما اي حد متصور ان شاء الله. يا رب.